السلام عليكم كبداتي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ الصحيحه بخير؟ اش تعاودوا؟ ما عرفت مالو خوتي التليفون ديالي مضبط كيبان كتبان الصوره كحله، ما عرفتش علاش. اش تعاودوا؟ بخير لاباس عليكم؟ الصحيحه بخير. ايوا مرحبا بكم في فيديو جديد مع خاتكم الروينه. خاتكم الروينه، خاتكم الروينه، ترى ما كتساليش والله. من الصباح انا كنشقى ديك ترى ما نطلش على كبيدات ديالي، ضروري خصني نطلع عليكم ونلقي عليكم تحية. شتاوجو بخير؟ والله حتى مقنطني هاد التليفون، غنحبس وغنقلب ونشوف. قال لي شحال من واحد كيبغي، كيقولو كيبغي كحلة وكيعمرها. خدي التليفون ما كنعرفش. ولا كبيداتي كانت غير الكاميرا اللي كانت مطبعة، كنت بنتي كتلعب في التليفون وكتشد التليفون وكتكون بحال هكا واكلة شي حاجة ولا اسميتي. المهم ديك الكاميرا كانت موسخه شويه، حاشته ما كنبغيش نقول هذه الكلمه ديال موسخ، ولكن راه داخله في الهضره ديالنا. الله يا ربي كبير. شو 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 اللي بعد نتولدوا لي حمار. مشيت خديت واحد الفران ساعه غادي يشد لي البلاصه كامله، ما عرفت كيف غندير. ما عرفتش الا درت الشكل ديال الماعن هنا يوقع عليها والو، هادي الشكل ديال الماعن ما يوقع ليه والو. زعما عندي الشفه ديال المعاناة عندها هاد البلاطو، يعني ما غيتكب عليه لا مال والو. حتى تقولوا لي بلا ما قولوا لي فتحال كي غندير معاه. هذا راه خديته ماشي جديد، خديته قديم والله خوتي ما عرفتش. المهم ينجي واحد باقي مزيان، ولكن ما فهمتش داك الطريقه باش كيسخن في الشكل، غير كيسخن ما كيطيبش. انا زعما خديته راه كبير، خديته باش على قبل الحوت، على قبل كي كان بحال هكا كتكون زربان، جيت زعما تصاني بيه بما خديت فران، حيت فران ديالو كيعصب ايوا ما عرفتش. المهم هادي فين نحطو؟ حطو هنا، حطو هنا، ما غيتصدى ما والو، بحالو بحال الثلاجة. عندو ديك الصباغة ديالو زوينة. شو شو هاد مشيت خديت الكيسين، لقيت ميكات ديالو. المهم عرفت كيف غندير ليه نسبق هاد الليمون، الليمون اخوتي غالي معرفتش كيفاش الصراحة. مرقع مكان الليمون غالي، غير الليمون غالي، بلا السكر ناخدها فيتامين سي. والله ملي غلا مخطوش، غير بيت زعما نجيبو صافي. شوفو خطر الليمون خضر، بغيت طيب شي كيكة بحال هكا ولا فهمتو. خديت الرمان، الرمان لي زوين الصراحة. هذا كمان كبو عليه، هذا الدار غادي غير يفضل، غادي غير يفضل بيناتهم. خديت البنات يلعبوها صافي، نروحو كلشي باش يبان، حيت حنا فينا الديف والديسير كنجيبو يبقى بحال هكا. شنو نشوف؟ شوف كيبقى بحال هكا مضرب مكياكلوش الماكلة خلاص. حنا راه فينا داك القاعدة مكناخدوش الديسير بعد الماكلة، حنا الديسير كناخدو الوقت اللي كيكون فينا الجوع. باقي موجدش الغدا مثلا، أجي عندي العظم ديال النساء نزيد عليهم هادو ونخليهم حتى نخرجهم. هاد لافوكا تاهي مغنديرهاش في التلاجة على حقاش مطايباتش، نخليها غير هنا. شوف انت جايبة سميتها كبيرة. المهم ما يقوليش ما خديناش اليوم الديسير وصافي، سميت الديسير اما ولا كلشي، ولا كلشي غالي. يا ربي تسمح ليا، اش خلاو لي فين تاخد فين توصل الديسير؟ نري على نخرج السخون. التليفون ديالي معصب، ما ماشي التليفون، سيكورة هيا.
دوك المو يعنف ونعجن. شو 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 بنت قبيلة هزتني من اللوي بقات كتسنى فيا صايبيها ليا ماما صايبيها ليا تفرتتها. هادير عندها كمايلتها هادشي كيشاد ليا لي طول الشعر خصك تكون حولة مكتشوفش مزيان. المشكل ديالي ما كنشوفش القلب. شوف شوف كي لاصقه ليا هاد الليمون ديالها. المهم قبيلاتي قبلوا عليا راني كنشارك معكم البساطه ديالي يعني اليومية ديالي داكشي اللي كنعيشو طول النهار. هادشي اللي كنشارك معكم بعض المرات حلقة نص ساعة حتى هي نص ساعة 10 دقايق 8 دقايق حتى بعض المرات 15 دقيقة. أنا راه كنت كنشارك معكم كلشي كل مرة صافي وقيلا نخليه غير هنا نشوف على حسب يا احترموا لي يملا غير يا ضباص حالتي بليز ما واش تخشات الماء ما عرفت واش نسبق العجينه ولا نسبق الموعد. نسبق العجينه هاد الماء غيدرونجي الا سبقت الموعد العجينه عاد نمشي عليها غنمشي عليها الحال. جزء شي واحد فيكم وشي وحدة فيكم انا عزيزة عليها تعاون جاي تعاون خطها والله كنت كنستغرب مع هاد سميتو مع هاد خدمة التليفون وش قطع المشكلة مكانش الا رحمة تخدم في نفس الوقت اليومية ديال خصك تقضيها كلشي تحجم حتى واحد متنقصو شي حاجة والله إلا زعما كاين تحياتي للعيالات لي تخدمو على اليوتيوب سبحان الله العظيم مكانش والله نتوما متعرفوش بيا أنا حنا ناري خدامين يا رب تكون كدخل المبلغ زوين متعرفوش بيك أنا راك خدام داكشي لي ممكن فيك خصك كل نهار تحطو صافي انت كتشقى خصك تشقى خصك طيب تشوف الواجبات ديال الناس اللي خدامين يا لو تكون انت خدام على راسك مثلا وما ربنا خدام عليهم كاملين كل واحد وكيفاش الله ييسر الجميع الله ييسر لكم البنات والله انا كتعجبني المره اللي كتقاتل على اسرها يعني انسان يجبدها منكم السبع اللي كيقولوا خوتي راه الزمان كي الزمان في حد المنطقة السكين على عنقو بلا لا طريها ماشي ساهل باش تعيش الأسرة باش تعيش في هاد الأزمة هادي. هادشي كنهضر على الناس اللي عندهم شي اللي عندهم مدخول أما اللي ما عندهمش هداك ميت ميت غيكون يوم في العون والله مهما عاونتي معاه مهما تقاتل راه الله يكون في العون حاجة مسالة 30 يوم ما فيها حتى حاجة والمشكل حنا المغاربة ما كنوحلوش مع مكتوحلش مع داكشي اللي غادي تاكل كتوحل الله يجعل السلامة كرا والما والضو وكلشي أي حاجة هي الزمر دارو راه كيدوز على ظهره غير كيقول لك دارت لينا ودارت لينا ودارت لينا بلا ما نسميوهم قام كيديرو حتى حاجة حتى اللي دارو شي حاجة كيدوزو على ظهرهم تبارك الله ما شاء الله الضو واش كنديرو بيه
مولينا كنخلصو 300 درهم 500 درهم 400 درهم نفس الشيء في رمضان. سبحان الله العظيم ديما كيجي الخير، وبالاخص شهر 9 الشهر 9 دير دابا انا درنا الشتا يوم ما درنا ديك زعما سميتها فليدي والو الحالة هي الحالة. كل شهر 9 خاصك تخلص واحد 500 درهم وانت ما حارقها. ايوا ملي كتزيد الويفي وكتزيد تزيد تزيد المهم شكوى الله سبحانه وتعالى والله ييسر لكم ولينا وجميع المسلمين. ربي سبحانه وتعالى هو اللي قلت لهم ان بناتنا ما يحتاج نعطي الله. على هاد الصداع والله، ولكن انا اليوم مش شقيت معاكم على طبيعتي والله وكل صراحة انا اليوم مش شقيت معاكم على طبيعتي زعما بحال هاد الحالة بحال هاكي ملي كنكون كنصور كنت كيس شوية باش ما نديرش الصداع. انا زبانة علاش درت الطابلية قولوا لي علاش بيجامة الغطا خسروا لي كاملين كيصحاب لي درت لي يوتيوب صافي دابا نشري البيجامات جداد شنو انا في اليوتيوب باقي ما حضرت لا بيجامات جداد دخلت هادو كلي عندي خسروا لي كيكون بيجامة باقا جديدة وفهاد البلاصة اللي كت حيت على بابو كيف ما كنصبرها كتبهي حيت خصك تصبرها ليلا تشاوب شي حاجة خصك تصبرها في الماء ضروري تعاودها ضروري تعاودها بيدي ضروري كنعاودهم بيدي باش نعطيهم فرقة ديال الصح. ايوا المهم بداتي ما مساليناهم ديال الطحال غتمشي له صافي هذا شتي هذا الشيء طحال حق الطاجين حط عليها الطاجين حطها بعد من داك نرجع مع هذا الشيء اللي كاين معنا. انا علاش ديما هذا الشيء ما كنتش خليكم هذا حاجه عندي تكون داك الباقا اللي كنت ديما كنا وصلت لك كتبقى في لافون ما تقدرش نجمعها بحال هكا تصبعني هادشي علاش ديما دايره الشيفه هذا الماء دافي باش كنعجن بغيت شنو نزيد فيه الماء باش بلاتي تكون الخدمة الله اكبر العلوكه ديالي هادشي علاش ديما مهرسه ليها ريت بنتي القرعه ديال لي ديالها كلشي شتيني انا مغربله هذا مع الفرص راني ديجا مغربله هذا حتى هو راه كنعجن بحال كوب النخله ديالو غير كندير احتياط هاد الغربه راه نبيع عوينته عاد كاع
كنخاف تحفي شي حاجه وما تعرفوش تكون ملوس بصح هذا الشيء. علاش هاد السطول علاش انا دايره فيهم دقيق؟ فاش كانت بنتي صغيره عطيت لي واحد الكاريته عمري ما عاودت لكم خليت الله يكونوا جالسين ما دام يدار ونعاود عليكم على حقاش قصه طويله مبارك. هذا راه غربلتو قبل ما نخلي الفان في الطاره غربلتو القمح مع القرص داكشي باش راه كراس الملح كنديرو على ميزان عينيك ميزانك ميزانك عينيك المهم ما يكونش قريب للحميره ديما الملحه والسكر تكون بعيده على الملحه على حقاش كطفيها الملحه والسكر تكون بعيده على الملحه سبحان الله يلا عقلت شنو قلت الخميره تكون تبقى بعيده على السكر والملح حيت كطفيها كيطفيها السكر والملح دا جمال مزيان يعني بنتي قبيحه ما بقاش كتسوي والله لا قبيحه شوفي شوفي هادي بيني عليكم بفضل الله يعافيك دابا تبان لكم نزلات الله نزلات هاد القصعه على الارض خوتي ديما تنشارك معكم العجينه اليوم غير شاركت معكم هاد العشيه وصافي هاد العشيه اللي هي خفان زربن قولوا لي واش الفيديوهات ديالي شفتكم حيتاش كتدخلوا ليهم بزاف وكتطلعوش ليا مشاهده في الفيديوهات ما عرفتش علاش وفي نفس الوقت بغيت نسول لكم واش كيعجبكم ندير لكم فيديو طويل ولا يكون بحال هكا 8 دقائق 10 دقائق حيت كاين اللي كيدخل كيشوف هادي كيصلات ليا الطلع كاين اللي كيدخل كيشوف ديك الفيديو فيه 16 دقيقه مثلا يقول لك علاش نتفرج فيه باش نديرو فيديو وقت غيكون ما خصنا نديرو ما عندي ما خصنا ما طلع ما طلع قولي على خاطركم الصراحة غنحبس غدا نهبط هاد القصعة على الأرض ونعطيها واحد القتلة ديال ديال كنمشي هاد الكلاش تخسق راسها يلا كبيداتي خليت لكم الراحة تصبحوا على خير الله يحفظكم ليا يا ربي عجيني راني جمعتها حطيتها قرصتها خليتها تخمر تخمر ان شاء الله وغنشارك معكم الخبيزات كطالعوا يلا باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله تهلاو تهلاو في قناتي وتهلاو في رياسكم